جادة قباء في المدينة المنورة، رائحة الأسواق الشعبية بنكهة الماضي وتطور الحاضر. زاوية صغيرة يعيش فيها الفنان محمد الحربي عالمه الخاص من خلال اللوحة وأدوات الرسم، 3 سنوات يتردد فيها بشكل يومي على هذا المكان، يرسم الوجوه وينشر الفرح والفن في أروقة جادة قباء. استقطبت الفكرة هذه من الأوروبيين وفنانين العرب في خارج السعودية، فقلت لازم أنشر الفن هذا عندنا في السعودية وعندنا في المدينة خاصة وفنانين المدينة. المدينة ولادة بالفنانين، فيها فنانين تشكيليين، والسعودية ترى فيها يعني فنانين كبار. تفاصيل كثيرة لمشهد جذاب في لوحات الفنان محمد الحربي، اندماجه في عالمه الفني يشكل لوحة جمالية أخرى، مما يدفع المارة إلى التوقف والتأمل في المشهد بزاوية عريضة. صرت معروف، فأي شخص يتابعني يقول لي اليوم ما حصلناك في قبة مثلا، فهذا دليل ان في متابعه، دليل ان في، والناس يعني للامانه يعني شدهم الموضوع، الرسم لايف في الشوارع عندنا، فالكثير منهم يقول لي اول مره اشوف لي شخص، وانا من الناس اللي امتهنت الشغلانه هذا في الشارع هنا. الرسم الحقيقي في الهواء الطلق واحد من الفنون البصريه التي تسهم في نشر الوعي الفني بين عامه الناس، رساله فنان تقرأ ما بين السطور وتثير الحواس الجمالية بطريقة متفردة. يعيش الفنان محمد الحربي حالة إبداعية متفردة يرسل من خلالها رسائل الفن والثقافة للجميع. محمد الحمادي، الإخبارية، من جادة قباء، المدينة المنورة.